اتحاد الكوره بقى اسامه اسماعيل مدير اداره الاعلام في اتحاد الكوره قال لك ايه، احنا بنفاضل ما بين 7 مدربين. 7 مدربين ده معناها ان في 7 مدربين مصريين. مين ال7 مدربين المصريين اللي دخلوا في دايره الترشيحات؟ انا من مصادري يعني عرفت ان هي الحكايه انحصرت ما بين كابتن حسن شحاته وكابتن حسام البدري. كان في الاول كابتن حسام حسن، كان في كابتن ايهاب جلال، كان في احمد حسام ميدو، لكن كل الكلام ده على حسب معلوماتي يعني انه الموضوع خلاص ما بقاش في كل الترشيحات دي، بقى في كابتن حسام البدري وكابتن حسن شحاته، الى جانب بعض الاسماء اللي بيتقال انها قريبه من تولي المناصب داخل الجهاز الفني. الاتجاهات بتقول انه كابتن حماده صدقي، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري. في كلام مش بقوه الثلاثه اسامي اللي قلتها لكم، لكن في كلام على احمد حسن انه يبقى هو مدير الكوره او مدير المنتخب. في كلام على انه محمد فضل هيكون هو المشرف على المنتخب من اتحاد الكوره، وبالتالي مش هيكون في اهميه لفكره انه يبقى في مدير منتخب يعني. دي الاسامي اللي في الدايره، كابتن حسن شحاته وكابتن حسام البدري، مين فيهم يتولى؟ اتقال سيناريوهين او يعني 3 سيناريوهات، كابتن حسن شحاته مدير فني وبالناس اللي قلتها لكم، كابتن احمد حسن مدير فني، او كابتن عفوا حسام البدري مدير فني بالناس اللي قلتها لكم، وفي سيناريو ثالث انه كابتن حسام البدري يبقى مدير فني وكابتن حسن شحاته يبقى مستشار فني فوقيه، مستشار اللي هو بيتسأل وبيتاخد برايه فنيا والتشكيله والتوليفه والطريقه والاختيارات والبتاع، بيتاخد برايه طبعا، لكن المسميات هي اللي ممكن تختلف. الله اعلم ايه اللي هيحصل في كل ده، لانه زي ما قلت لكم الاعلان عن انه في 7 اسامي بيتم المفاضله ما بينهم ده معناه انه في كلام جديد او كلام اختلف يعني.